الجمال شيء نسبي، وما تراه جميلا قد يراه غيرك عاديا، وذلك بالطبع ينطبق على جمال المرأة. ولهذا لا يمكن أبدا أن يتفق البشر جميعا على من هي أجمل نساء العالم حاليا. ولكن بعيدا عن الأذواق التي قد تختلف من شخص إلى آخر، قام العلماء في محاولات حثيثة لاختيار الملامح والمقاييس المثالية لجمال الوجه، وبعد أن توصلوا لأفضلها بدأوا في تطبيقها على وجوه الفنانات وأشهر نساء العالم للوصول إلى أجمل ملامح على أساس علمي بحت. وقاموا بعمل قائمة تضم أجمل نساء العالم بناء على مقاييس علمية بحتة، وهي القائمة التي من الممكن أن تصدمك لعدم ضمنها بعض النجمات العالميات التي من المعروف أنهن فائقات الجمال. إليكم أجمل 10 وجوه نسائية وفقا للمعايير العلمية البحتة. في المركز العاشر، جينيفر لورانس. ليس من المدهش رؤية الممثلة الجميلة هذه عندما قامت أجهزة الحاسوب بتحديد معايير الجمال العلمية وتطبيقها على وجه لورانس، حيث حصلت على نسبة مئوية وصلت إلى 89.24%، وهذه النسبة كانت كافية لتجعلها تحتل المركز العاشر في قائمتنا كأجمل الوجوه النسائية في العالم. في المركز التاسع، مارلين مونرو. لطالما اعتبرت النجمة العالمية مارلين مونرو أيقونة جمال كل العصور، والآن يثبت لنا العلم ذلك أيضا، حيث يعتقد المختصين بالجمال بأن مارلين تحتل المرتبة الثانية لأجمل أنف في العالم، والمرتبة الثالثة لأجمل عيون في العالم. وقد حصل جمال مارلين مونرو على نسبة وصلت إلى 89.41%، احتلت بها المركز التاسع في القائمة. في المركز الثامن، سيلينا غوميز. احتلت النجمة الشابة سيلينا غوميز المرتبة الثامنة وفقا للمقاييس العلمية لتحصل على 89.57%، كما احتلت المركز الثاني لأجمل حاجبين في العالم. في المركز السابع، سكارليت جوهانسون. تمكنت الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون من الحصول على المرتبة السابعة في القائمة، وذلك بسبب امتلاكها 3 من معالم الجمال التي اتفقت عليها البرامج، وهم رسمة العيون تشبه اللوزة، وأنفا صغيرا، وشفاها ممتلئة قليلا، كما حصلت على المركز الأول باعتبارها صاحبة أجمل عيون في العالم، والمركز الخامس لأجمل أنف، والثاني لأجمل ذقن في العالم، وبذلك تكون قد حصلت على 89.82%. في المركز السادس، هيلين ميرين. الممثلة الإنجليزية هيلين ميرين معروفة بجمالها الساحر منذ الستينات، وهي تعتبر الأكبر سنا في قائمتنا، وقد نجحت في الحفاظ على جمالها ونضارة وجهها على الرغم من بلوغها 71 عام، وقد حققت نسبة مئوية وصلت إلى 89.93%، كما أنها حصلت على المركز الرابع لأجمل أنف وحاجبين. في المركز الخامس، كيندل جينر. احتلت كيندل جينر التي تعتبر من بين أشهر عارضات الأزياء في العالم المرتبة الخامسة، إذ أنها تتمتع بجمال فائق الجاذبية، حيث تتميز بملامح بسيطة ومتناسقة، وقد حصلت على نسبة 90.18%. في المركز الرابع، إيميلي راتاجكوسكي. إيميلي تعتبر من الوجوه التي ظهرت مؤخرا ونالت شهرة واسعة سريعا، وقد حصلت على المركز الرابع كأجمل الوجوه بنسبة مئوية 91.8%، كما أحرزت المركز الأول لأجمل شفاه في العالم، حيث تعتبر شفتيها الممتلئتين الأجمل في العالم. المركز الثالث، كيت موس. بالرغم من تواري الأضواء مؤخرا عن عارضة الأزياء الأشهر بتسعينيات القرن الماضي كيت موس، إلا أن ذلك لا يمنع من الاعتراف بأنها تتمتع بجمال فاتن، فقد احتلت المرتبة الثالثة كأجمل الوجوه في العالم بنسبة 91.3%، كما حصلت على المركز الرابع كصاحبة أجمل عيون في العالم، والمركز الخامس لأجمل حاجبين. في المركز الثاني، كيم كارداشيان. كيم كارداشيان المثيرة للجدل دائما احتلت المركز الثاني في قائمة أجمل الوجوه في العالم طبقا لأسس علمية بنسبة مئوية 91.39%، كما حصلت على المركز الأول لأجمل حاجبين لتكون بذلك صاحبة أجمل حاجبين في العالم. في المركز الأول، أمبر هيرد.
في خضم قضية طلاقها منذ أسابيع قليلة من الممثل جوني ديب، اختيرت النجمة الأمريكية أمبر هيرد كأجمل وجه في العالم انطلاقا من أسس علمية صارمة. فبالرغم من تشويه جوني ديب لوجه أمبر بالاعتداء عليها بالضرب، إلا أن العلم قد اختارها كأجمل وجه من بين المشاهير في العالم. فملامح أمبر مطابقة للنسبة الذهبية للجمال بنسبة 91.85%، وحصلت أيضا على لقب أجمل أنف في العالم وأجمل ذقن في العالم، هذا بالإضافة إلى حصولها على المركز الثالث لأجمل حاجبين في العالم.